سوف نقوم اليوم بإنجاز عدة أنشطة خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية للكبار والصغار بالمبتدئين خاص بالمبتدئين. إذن أولا جرامر، ثانيا سوف نتطرق إلى فوكابولاري دي كلاسروم، وأخيرا سوف نتطرق إلى ميني بروجكت writing my personal information. السلام عليكم، معكم يوسف دلال من قناة جو كومينيك تي في سيو يوتيوب، وكذلك الصفحة الرسمية سينما فريمان تي في. ترحب جميع المشاهدين وكذلك الأصدقاء منهم والأوفياء والجدد، أصدقاء الجدد. ألوغ اليوم نشوف عدة أنشطة. النشاط الأول اقتصر حول الجرامر، هذه الحصة خاصة بالمبتدئين. ألوغ النشاط الأول يكون خاص بالجرامر، النشاط الثاني يكون خاص بالفوكابولري، نتعرفوا على مصطلحات ديال اللغة ديال المجال ديال المدرسة، وكذلك في الأخير عندنا ميني بروجيكت. سوف أعيد، النشاط الأول الجرامر، النشاط الثاني فوكابولري سكول، والنشاط الثالث والأخير ميني بروجيكت. تتمنى هاد الحصة هذه تكون شيقة وجميلة ومفيدة للغاية. إذن أول نشاط سوف أقوم بتقديمه إليكم هو جرامر. سوف نتطرق لهذا الحوار لتجمع ما بين سمير لينا ستيف، وسوف نستمع جيدا، وسوف نقوم بإنجاز بعض التمرين خاص بهذا الدرس ديال الجرامر. هذا الدرس خاص بالنسبة للمبتدئين كبارا وصغارا. Read the dialogue and complete the grammar table. Read the dialogue and complete the grammar tables. Samir. Hi, I'm Samir. Hi, I'm Lena. Hello, I'm Steve. Are you English? No, I'm not. I'm Australian. Are you a student? Yes, I am. I'm in class 9. Are you in class 9 too? No, we aren't. We're in class 7. Who's that boy? Oh, that's Mark. He's a student too. Is he Australian? No, he isn't. He's Canadian. Then سوف أقوم بإعادة هذا الديالوغ سمير لينا ستيف. استمعوا جيدا ثم سوف نقوم بتحليل هذا الديالوغ خاص بالمبتدئين. Hi, I'm Samir. Hi, I'm Lena. Hello, I'm Steve. Are you English? No, I'm not. I'm Australian. Are you a student? Yes, I am. I'm in class 9. Are you in class 9 too? No, we aren't. We're in class 7. Who's that boy? Oh, that's Mark. He's a student too. Is he Australian? No, he isn't. He's Canadian. Alors, استمعنا جيدا لهذا الديالوج entre Samir لينا. سوف نقوم بتحليل هذا الديالوج وربطه بالدرس ديال اليوم خاص بالجرام. تعلق بالـ verb to be. The verb to be معنى الـ verb être. الـ verb être المشهير في جميع اللغات الحية. إذن سوف أقوم بإحدى، شوفوا الله يخليكم، الفرق بين far forms معنى la form complete أو الشكل الكامل ديال الverb، وشورت form معنى la form abrégée معنى الصيغة المختصرة ديال الverb. Hi, I'm Samir. I'm Samir. I'm c'est le verbe to be in short form. I'm. Même exemple entre I'm Lena. بالنسبة لا فورم نيجاتيف دائما تنعتمد على الانفيرسيون دو سوجي. Are you comme l'exemple de are you English, are you American, are you American, are you Canadian, are you Sweden, etc. Yes, I am. شوفوا la forme complète ديال verbe to be. I am. Yes, I am. I am. Am. شوفوا الله يخليكم الفرق بين la forme complète et la forme abrégée معنى الصيغة المختصرة. I'm in class 7. No, we aren't. هنا الصيغة ديال le verbe to be. Oui, oui, nous sommes. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. ترجمة ديالها هي we aren't. We aren't. الأصل ديالها we are not. ولكن إلي سودي أنا دمجت بعض ديالات صبحات we aren't
we aren't, we're in class 7. Plus ميقولوا we are, داروا where. Where هذا سي لا فورم ابريجي دي لو فيرب we are. We are, لاحظوا معايا النطق we are, هذه لا فورم كومبليت we are. Where هذه لا فورم ابريجي, لا فورم بريف ديال فيرب to be. Who's that boy? Oh, that's Mark. He's, he's, huh? He is, he's. And deux façons, soit on s'estimule his, soit on s'estimule his. Donc, on often s'estimule l'abréviation, ça veut dire la short form floral. He's, a season 2. Is he? Is he? La forme interrogative. Is he Australian? No, he isn't. La forme négative de le verbe to be. He isn't. He's Canadian. على كيف ما تلاحظوا الله يخليكم, هنا عندنا الطابلو في فراغات, سوف نقوم بملء هذه الفراغات بخصوص الفيرب تو بي في جميع, سواء لا فورم افيرماتيف ولا فورم نيجاتيف, سواء ان بوزيتيف انسر على لا ريبونس بوزيتيف ولا ريبونس نيجاتيف, معناها جواب ايجابي او جواب سلبي. لاحظوا معي هنا الطابلو, لقد مولي. شوف هنا في الافيرماتيف عندنا جوج صيغ, عندنا فيل فورمز, فار فورمز و شورت فورمز. خاصكم تعرفوا يا اصدقائي الاعزاء ان لو فيرب تو بي تتكتب اما افيك فار فورمز, معناها في لا فورم كومبليت ديالو, ولا الصيغه المختصره ديال شورت فورمز. نعطيكم مثال, اي ام, اي ام, جو سوي, انا, اي ام, 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 يو ار, you are, ants, anti, antum, you are, you are, your, 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 we are, we are, we are, where, where. لاحظتوا الفرق ما بين فار فورمز و شورت فورمز, عليكم استعملوا الله يخليكم في شورت فورمز في لورال اكثر من فار فورمز. داكو نشوفوا دابا في لا فورم نيجاتيف, انتروغاتيف, انتروغاتيف فورمز. Interrogative forms دايما تعتمد على form forms, شي اكيد. Are you, are you, ديما الانفيرسيون دو سوجي, تقدم الفعل على الفاعل. Are you English, are you American, are you Italian, are you Sweden, etc. Is he English, is he English, is she English, are they English, are they English. Yes, I am. Yes, I'm. Yes, he is. Yes, he is. Yes, she is. Yes, she is. They are. Yes, they are. Yes, they're. No, I am not. شوف الله يخليكم في la form négative. I am not. I'm not. No, I'm not. No, he isn't. دايما تعتمدوا الله يخليكم في النيجاتيف انسر على شورت فورمز. No, no I am not, no I am not, no he isn't, no she isn't, no they aren't, no we aren't, no we aren't, we aren't, no we aren't. سوف اعيد من جديد. No, I'm not. No, I'm not. No, you're, no, he isn't. No, she isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. إلى آخره. إذن كالعادة بالنسبة للفار فورمز ديال الفيرب تو بي, حافظوا معايا إلى آخره. I am. I am, أنا je suis, أنا I am, you are, you are, أنا أنت, you are, he is, he is, she is, it is, we are, you are, they are. هذه بالنسبة للفار فورمز. بالنسبة للشورت فورمز في لا فورم أبريجي ديال لو فيرب تو بي كتير am, your, his, she's, where, your, there. هذه لا فورم
اسمه short form، لا form abrégée de le verbe to be. بسم ال interrogative form. الطريقة التالية: Are you? Are you? Is he? Is he? هل هو؟ Is she? Is she? هل هي؟ Are they? Are they? بالنسبة للجواب: Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, they are. بالنسبة للنيجاتيف أنسف تنعتمد بالخصوص على ديماج ديال الفيرب to be مع لانيجاسيون. No, I am not. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, we aren't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. إذن نكتفي بهذا القدر وننطلق إلى بعض التمارين سوف تقوم بها. هناك عدة أنشطة سوف نقوم بإنجازها. نشوفوا دابا النشاط الأول: Complete the sentence with isn't or aren't. نأخذ المثال الأول: هناء in my class, she's in your class. Hannah isn't. Hannah isn't in my class. She is in your class. لو لدينا هنا خمس جمل سوف نقوم بإنجازها. سواء هناك فراغات سوف نقوم بملء هذه الفراغات سواء بالصيغة التالية isn't ولا بالصيغة التالية aren't. We Tunisian. We're Moroccan. Rashid 13. He's 15. Roberto and Ronaldo Spanish. They're Brazilian. Mary, you Italian. You're French. He a teacher. He's a university student. إذن هناك عدة فراغات يجب ملؤها سواء par l'expression isn't, بالصيغة هذه isn't ولا بالصيغة aren't. حاولوا الله يخليكم توقفوا الفيديو، تنسوا هالتمرين هذا، وإن شاء الله في آخر حصص سوف نقوم ب في آخر حصة ديال التيم ديال السكول سوف نقوم بتصحيح جميع الأنشطة. Write the dialogue in the correct order. عند خسناء إي جان. لأن كيف ما تشوفوا على الشاشة التكبير يسوع الله هناك هذا الديالوج ولكن تبين بأنه غير منظم سوف نقوم بتنظيم ديالو. إذا كان يدي ريبليك كان هناك صيغ كلامية يجب تنظيم ديالو. I'm from Morocco. Are you English? Yes, I am. How old are you, John? Hello, my name's John. No, I'm not. I'm from Scotland. I'm 13. Are you 13 too? Hello, John. I'm Sana. Where are you from? إذن كيف ما شفتوا هذا الديالوج غير منظم سوف نقوم بتنظيم ديالو. إذن وقفوا الفيديو كيف العادة، خذوا الوقت ديالكم للتفكير، انسوا التمرين وسوف نقوم بتصحيح ديالو في آخر حصص. إذن عندنا هذا النشاط التالي: Look at the pictures and answer the questions. Is he a physics teacher? مثال. شوف الصورة الأولى. Is he a physics teacher? No, he isn't. Is he favorite subject? Is her favorite subject geography? Are you a new student? Ready? Are you English? ريم Are you English? إذن سوف قم بإعادة هذه الأمثلة. Is he a physics teacher? No, he isn't. Is her favorite subject geography?
Are you a new student? Are you English? أو في الأخير سوف نقوم بمراجعة هذه القواعد. The verb be في negative وفي interrogative. I'm not a student. The verb be في negative. I am not a student. سوف نقول I am not ولا I'm not. You are not a student. He is not a student. She is not a student. It is not a bird. It is not a bird. We aren't students. You aren't students. You are not students. They aren't students. They are not students. سوف أقوم بإعادة هذا الجدول الذي لا conjugation ديال الverb to be في النيجاتيف. تابعوا معي. I'm a student. I'm not a student. I'm not a student. You aren't a student. You are not a student. He isn't a student. He is not a student. She isn't a student. She is not a student. It isn't a bird. It is not a bird. We aren't students. We are not students. You aren't students. You are not students. They aren't students. You are not students. بالنسبة للطابلو الثاني خاص بالانتروغاتيف تابعوا معي لخليكم. Am I in class 7? Are you in class 7? Is he in class 7? Is she in class 7? Is it a bird? Are we in class 7? Are you in class 7? Are they in class 7? سوف أقوم بإعادة هذا الجدول مرة ثانية لكي تستفيدوا أكثر. I'm I in class 7. لازم نطرح السؤال عن نفسي. I'm I in class 7. Are you in class 7? Is he بالنسبة للمذكر. Is he هو هل هو. Is he in class 7? Is she هل هي في المؤنث. Is she in class 7? Is it بالنسبة للغير العاقل. Is it a bird هل هو طائر. Is it a bird. Are we in class 7? Are you in class 7? Are they in class 7? إذا قمنا بإنجاز هذا النشاط الأول خاص بالكرامر تعرفنا على verb to be وهذا الدرس هذا خاص بالنسبة للمبتدئين اللغة الإنجليزية كبارا وصغارا الجميع يستفيد. وسوف ننتقل الآن إلى vocabulary داكوغ study skills خاص ب in the classroom. ألوغ لدينا نشاط ثاني هو متعلق ب vocabulary in the classroom لأن في القسم in the classroom. إذن أول ملاحظة هو عدة أشياء. الشيء الأول blackbird من هي اللوحة blackbird. chair sharpener bookcase students في السطر الأول سوف أعيد blackbird chair sharpener bookcase students السطر الثاني شوفوا لاحظوا معي كاين هناك صور من مسطرة ruler color pencil notebook task desk pen شوفوا ايه ruler color pencil notebook desk pen. بالنسبة للسطر الثالث والأخير هناك بنسو الرسم brushes books are ruler rubber pencil. سوف أعيد من أول blackbird chair pinner
bookcase, students, ruler, color pencil, notebook, desk, pen, brushes, books, arc ruler, rubber, pencil. سوف أعيد مرتين ولكن ببطء. Blackbird, blackbird, chair, chair, sharpener, sharpener, bookcase, bookcase, student, students, ruler, ruler, color pencil, notebook, notebook, desk, desk, pen, pen, brushes, brushes, books, books, arc ruler, rubber, pencil. إذن هذا هو متعلق بالفوكابلاري دي كلاس روم خاص بالنسبة للمبتدئين. بلس إذن عندنا واحد تمرين شيء ما بسيط. Place the words in exercise 1 in the right columns. إذن كاين غرفة كاين دو زيماج كاين ليماج الأولى أو الصورة الأولى متعلقة بالكلاس روم متعلقة بالقسم و ليماج الثانية متعلقة بسكول باك أو ما يسمى باللوكارتابل. دكوغ سوف نقوم شنو هو الشيء اللي يكون في الكلاس روم وشنو الشيء اللي تيكون في الكارطابل. هذا النشاط هذا تقدر تقوموا به ايها الاباء ايها الامهات مع الاطفال ديالكم. دكوغ انا اقترح لهم هذه الصور هذه شوفوا شنو هو الاشياء اللي كاينين في الكلاس روم شنو هو الاشياء اللي كاينين في سكول باك. وفي الاخير نطرقوا الكابيتال ليتر لوك at the example then use the correct capital letter. لاحظوا معي دائما لي كابيتال ليتر هما يتسموا باللغه الفرنسيه لي ماجوسكول يديروا في يا اما في days of the week بحال الايام بحال Monday بحال Tuesday دائما كابيتال ليتر دائما تنكتب الحرف الاول ماجوسكول days of the week days of the week. بالنسبه للcountries شيء معروف كيف اللغه الفرنسيه بالنسبه للي بي اللي متسموا دي نوم بروبر اللي متكتبوا بماجيسكول في البدايه cities village nationalities language كذلك لغات school subjects من المواد المكونات ديال المدرسه المواد المدرسيه بحال ماتس بار اكزومبل بحال physics بحال science و subject pronoun عندنا subject واحد pronoun و I معنى جو. إذن سوف أعيد. إذن الكتابة ديال اللغة الفرنسية تختلف تماما عن اللغة الإنجليزية من ناحية الماجوسكول. إذن الحرف الأول تتكتب في الماجوسكول ضروري يكون إما تتعلق بأيام ديال الأسبوع days of the week ولا تتعلق بالدول countries بالمدن والقرى cities and villages بسبب الجنسيات nationalities بسبب اللغات language بسبب المواد اللي تدرس في المدرسة school subjects for example maths the subject pronouns the subject pronouns I وحيد لكن هنا هو I. then Monday لاحظوا معي الـ capital letter هو M England A Rabat R British B Arabic E Maths M I. إذن هناك أخطأ. My name is Omar. هذا صحيح الخطأ. أقول My name is Omar. I am American. I am American. إذن صحيح الخطأ هنا. Today is Tuesday. كان واحد خطأ كبير. My favorite subject is geography. Rome is the capital of Italy. I'm from إنزجين هذه منطقة مغربية مشهورة. دكاغ إذا نحاولوا لخليكم توقفوا الفيديو صحوا الأخطاء اللي كاينين هنا
وان شاء الله سوف نقوم بالتصحيح ديالها في اخر الحصص ديال هذا التيم الثاني الخاص بالسكول. اذا وصلنا الى اخر نشاط في هذه الحصه هذه، كانت فعلا ممتعه ومفيده للغايه. ميني بروجكتس ماي بيرسونال انفورميشن، سوف اتعلم كتابه ميزانفورماسيون، يعني ميزانفورماسيون بيرسونيل، معناها شيء يتعلق بي انا شخصيا. يوز باراجرافس اند بوست كاردز ان يور ميني بروجكتس، يوز بارت بروجكت تو هيلب يو. هناك واحد ليكزامبل ديال ماي بيرسونال انفورميشن يمكن لكم تتبعوه، داكو تكتبوا ما يتعلق بالشخصية ديالكم وإذا فرمت. Write about yourself. إذن كتابة ما يتعلق بك. Write about yourself. So il faut écrire ce qui vous concerne. D'accord. I am. C'est la même chose. I'm Pat Emerson. And I am English. This is a photograph of me and Richard. He is a student in a school in Bloomington. يمكن واحد الصورة التلميذ هذا سميتو بات إيميلسون تعلق على نفسه. Write about yourself. I'm Pat Emerson and I am English. This is a photograph of me and Richard. He is a student in a school in Bloomington. دابا ننتقلوا للفقره الثانيه. Write about your city. يعني il faut écrire quelque chose sur votre ville, sur votre quartier ou la ville ou le village. Write about your city, town, village. I am from Manchester. It is a beautiful city. It is my favorite city in Britain. I am from Manchester. It is a beautiful city. It's my favorite city in Britain. I am from Manchester. Then أتيت من مدينة مانشستر. أتيت. I am from. Répète avec moi. I am from Casablanca. I am from Rabat. I am from Tetouan. إلى آخره. It is a beautiful city. Très belle. C'est une ville très belle. It is my favorite city in Britain. إذن هي بالنسبة لي هي المدينة المفضلة. It is my favorite city in Britain. إذن في الأول اكتب على نفسه. Write about yourself. كذلك أنت حاولي تكتب على نفسك، تقدمي نفسك، اسم ديالك I am Pat Emerson، تقدمي الجنسية ديالك and I am English، تلقي على شي صورة من الصور ديال الأصدقاء ديالك ولا الصديقة ديالك. This is a photograph of me and Richard. Richard هو الصديق ديال الوفي. He is a student in a school in Brighton. من بعد حاولي تقدمي الانفورماسيون بيرسونيل الخاص بالمدينة أو القرية أو الحي اللي عايش فيه أو عايش فيه. Write about your city, town and village. مثلا I am from Manchester. It is a beautiful city. It's my favorite city in Britain. ومن بعد write about your school and your class. Your school and your class. I am a student in class 7 at a secondary school. My English teacher is Scottish. He is from Glasgow. My favorite subject is computer studies. وتقدم دابا دي زانفورماسيون، حاول تقدم دي معلومات حول المدرسة ديالو ولا الجامعة ولا الثانوية ولا الإعدادية ولا آخره، وكذلك المدرسين والمادة المفضلة ديالو. I am تبع معايا الله يخليكم، وحاولوا الله يخليكم كذلك أنتم حاولوا بدوا شيئا ما كتابة معلوماتكم الشخصية تلقى من هذا الاكزامبل اللي قدمته لك. I am student in class 7 at من في at a secondary school. My English teacher is Scottish. اذا قدم المدرس ديال المفضل بخصوص المدرس اللغه الانجليزيه. He is from Glasgow. My favorite subject is computer studies. وفي الاخير
write about your favorite sport. انا الرياضي ديالك المفضل حاول تكتب على بعض الرياضي ديالك المفضل معلومات حول الرياضي ديالك المفضل. This is my photo in the playground of my school. My favorite sport is basketball. اللي بالنسبه لي هو باسكتبول. اذا الرياضه المفضله ديالي هي باسكتبول. اذا هنا في الاخير قال لك جيف كيف ما شرحت في الاول جيف ذا ميني بروجيكت تو يور بارتنر تو ريد. اذا جيف ذا ميني بروجيكت تو يور بارتنر تو ريد. اذا حاول نخليك تقوم بهذا ماي بيرسونال انفورميشن وعطيها للصديق ديالك يقراها لك داك باش يشوف هناك اخطاء ام لا. حقيقة كانت حصة مفيدة للغاية. إذن إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نطرق إلى الأنشطة التالية. أول نشاط هو Skills Work. ثم نشاط ثاني مترقب هو Review المراجعة للدروس ديال الكوميونيكاسيون وكذلك الدروس ديال الجرامر. إذن إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في سيغ يوتيوب وكذلك الصفحة الرسمية سينما فخيمان تي في سيغ فيسبوك.